بهم، ورحب كذلك بممثلي سفارة السنغال بتونس. نشكر شكر خاص وشكر جزيل للسيد وزير التجارة لقبوله بالإشراف على هذه الصباحية الثالثة اللي نظمها مركز النهوض بالصادرات صلبة مركز المعارض بتونس. هذا هو سنجيب الميلاد، هو تبنيته اليوم صادرات في وسط قصر المعارض بالكرم. شكرا فيدراسيون دو لا سانتي، شكرا سي بكر زخامة، شكرا لوزارة الصحة سيدة سمر سمود أنها تكون معنا، كل ممثلي قطاع الصحة، وهذا يجسم حقيقة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في هذه الصباحية الثالثة لمركز النهوض بالصادرات. لن أتحدث عن قطاع الصحة لأنه لا يفتى ومالك في المدينة. كل مختصين في كل لي فيليير تاع قطاع الصحة سون لا، دونك ما نجمش نتكلم عليها، فقط نقول أنها وزارة الصحة هي وزارة السعادة في تونس. الوزارة التي تم تأسيسها في بلد شقيق هي وزارة السعادة، لأنه إذا توفرت الصحة في بلد ما فتتوفر السعادة ويتوفر العيش الكريم. لن أطيل في الحديث، شكرا لكم جميعا للحضور بكل القطاعات، القطاع العام والقطاع الخاص، وأجدد شكري لسيد الوزير ولكل السفراء الذين حلوا بيننا اليوم. Merci son excellence l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Tunisie.